وللحديث حول هذا الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من مدينة كيغالي في جمهورية رواندا سعادة النائب محمد عيسى العباسي، عضو الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، المشارك في أعمال الجمعية 45 للاتحاد البرلماني. سعادة النائب، أهلا بك في نشرة الثالثة، وإذ تحدثنا عن هذه المشاركة وبماذا تميزت مشاركة الشعبة البرلمانية في هذا الملتقى البرلماني الدولي، وكيف ساهمت في إبراز جهود ونجاحات مملكة البحرين في مختلف المجالات؟ أهلا ومرحبا فيكم، ورحب فيكم في البداية. طبعا كانت هذه المشاركة يعني مختلفة للشعبة البرلمانية، لأننا اليوم احنا نتحدث عن استضافة المملكة لأكبر تجمع برلماني في العالم في شهر مارس القادم في مملكة البحرين بإذن الله. فكان الواجب علينا إطلاع أيضا المعنيين هنا باستعدادات المملكة. كان هناك جناح خاص لمملكة البحرين، استدعينا من خلال كافة الوفود تقريبا بأن زارت هذا الجناح وطلعت على تجربة البحرين الديمقراطية. أيضا شهدت استعدادات المملكة للاستضافة في شهر مارس القادم. كانت لنا أيضا مشاركات في اللجان، وأنا عضو في منتدى الشباب برلماني الدولي. أطلعنا حقيقة المشاركين على تجربة البحرين في دعم الشباب ورؤية سيدي جلالة الملك المعظم في تمكين الشباب البحريني منذ إطلاق ميثاق العمل الوطني في عام 2001، وكيف استمرت هذه التجربة الديمقراطية إلى يومنا الحاضر، وإحنا على قرب أيضا انتخابات جديدة فيها مشاركة كبيرة جدا من الشباب. هذه ما يعكس حقيقة التمكين اللي يتمتع فيه الشباب البحريني. أيضا نقلنا ما وصلت إليه اليوم المرأة البحرينية في كافة المجالات، في السلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذية وأيضا السلطة القضائية، وما يقوم فيه المجلس الأعلى للمرأة من دعم وتمكين للمرأة البحرينية. فكان حقيقة جهد مضاعف في هذا الاجتماع لحقيقة دعوة جميع الوفود لاستضافة البحرين بإذن الله في شهر 3 القادم لأكبر تجمع برلماني، وهو ما يتوج حقيقة تجربتنا الديمقراطية التي انطلقت بقيادة سيدي جلالة الملك في عام 2002. نعم، سعادة النائب محمد عيسى العباسي، عضو الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، كنت معنا من مدينة كيغالي في جمهورية رواندا، شكرا جزيلا لك.